رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها السكريبت اتوزع يا جماعة، خلاص خلاص السكريبت اتوزع، والبرامج او بعض البرامج الرياضية بدأت تشتغل على تنفيذ هذا السكريبت، والضغط على الحكم الليبي معتز ابراهيم الشلماني، حكم مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي اللي بتستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة القادم. عايزك النهاردة تتفرج كده على البرامج الرياضية وافتكر كلام، هتلاقي النهاردة كمية ضغوط كبيرة جدا على الحكم الليبي من أجل تطبيق العدالة، ومن أجل عدم ظلم أحد الفريقين، ومن أجل كل ده شغل زملكاوي من أجل الضغط على حكم مباراة السوبر الإفريقي. عايز أقول نقطة مهمة جدا، الأخ طارق السيد لاعب الزمالك السابق وأحد أفراد الستة الشهيرة، ستة بيبو وبشير، بيبو والجون، طارق السيد موجها رسالة للاعبي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك للطمأنينة. قال لك احنا فريق كبير، اوعوا تخافوا يا زملكاوية، احنا فريق كبير. تاني ما تنساش، احنا فريق كبير، احنا مش هنلعب البرازيل عشان نخاف، ولا الاهلي ده مفكرين نفسهم الارجنتين. لا يا بيه، الاهلي هو الاهلي، ولا هم انجلترا ولا هم اسبانيا. الاهلي ما عندهوش ميسي، ولاعيبه الاهلي كلها زي بعض. ايه يعني اللي يفرق عن لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك؟ هو زيزو. زيزو ده حبه الشوكولاته وحبه الكريز، لكن بقيه لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك كلهم مستوى واحد. فاوعوا تخافوا زملكاويه، رساله من مشجع اهلاوي، اضم صوتي لصوت طارق السيد. اوعى تخاف، اوعى ركبك تخبط في بعض، تعالى احضر الماتش وما تخافش، وان شاء الله ان شاء الله هتعرف يوم المباراه انت بتلعب البرازيل ولا الارجنتين ولا اسبانيا ولا انجلترا. عايزك اسالك سؤال عزيزي المشاهد المحترم، حضرتك تعرف مين هو المتحدث الرسمي للنادي الاهلي؟ الاستاذ شريف فؤاد. تعرف شكله؟ تعرف بيطلع امتى؟ عمرك شفته في حياتك؟ تعال بص الناحية التانية على المتحدث الرسمي لنادي الزمالك احمد بيه سالم. هو ده الفرق ما بين الاهلي وما بين الزمالك، فرق سنين ضوئية، فرق في التعامل. المتحدث الرسمي للنادي ما بيطلعش عمال على بطال. انا مش جايب واحد اشغله ادمن في صفحة، المتحدث الرسمي مش ادمن بشغله عندي في صفحة، لا، المتحدث الرسمي ده حاجة بقيمة النادي، بقيمة النادي. مش كل واحد شكله حلو وشعره مسبسب وعامل قصة ينفع يبقى متحدث رسمي. ممكن يبقى بيقولوا عليه ايه بتوع الموضة والازياء، ممكن يبقى حلو في الحاجات دي، ملكان حلو او مانيكان حلو، لكن متحدث رسمي لا، محتاجه برستيج تاني. المتحدث الرسمي النادي كبير محتاج وضع تاني وشكل تاني. حبك انت، بصوا شريف فؤاد بيطلع امتى؟ لما بيكون في قرارات قوية مصيرية بتصدر عن النادي الاهلي تلاقي المتحدث الرسمي بتاع الاهلي. لكن اطلع لقح واطلع اقول اصل الحكم هيظلمنا، واصل الحكم هيجي علينا، واصل الحكم مش عارف ايه، عيب. ارتقوا، اتعلموا من النادي الاهلي حاجة، اتعلموا من النادي الاهلي حاجة. مشجعي الزمالك، واحد من مشجعي الزمالك خرج بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جمهور الزمالك جاب اخره.
جمهور الزمالك جاب اخره، جمهور في رسالة شديدة القوة والعنف لدى لاعبي الزمالك او للاعبي الزمالك، العب بقى يا عم، خلي عندك دم، ده مدلول الرسالة. وان زي ما جمهور الزمالك بيلف وراك الكون، بيروح يتفرج معاك على البط الكيني والوز الاثيوبي والنعام الغيني، محتاجينكو تموتوا نفسكم في الماتش، ولو موتوش نفسكم في الماتش ولعبتوا رجاله عشان احنا زهقنا وجبنا اخرنا، لو ما لعبتوش برجوله هنزعلكم وهنجيب ناس تزعلكم. تعالى اسمعك الفيديو لاحد مشجعي نادي الزمالك وهو بيهدد تهديد واضح وصريح للاعب الزمالك، انزل موت وانا هصرف على بوك، انزل موت في الملعب وانا هصرف على بوك وامك، والا انا اسف في اللفظ هنفشخكم. هو قال لك كده، تعالى اسمعك. السبت هتفشخوا لما يوم الجمعه تنزل تبوت في الملعب. هو اسمع كده، رجعها لك تاني. صلي على النبي بقى كده يا جدعان عشان نجيب من الاخر. هو يا جماعه مشجع زمالك عشان ما حدش يتكلم عنه. ايه ده؟ مفيش بقى سنظل اوفياء اهو، شفت الزمالك اهو. هنشجعكم وندعمكم، الكلام ده مش موجود. السبت هتفشخوا لما يوم الجمعه تنزل تبوت في الملعب. انزل بقى موت. اهو انزل موت، واحنا بقى يا عم هنخلد ذكراك وهنصرف على ابوك وامك واخواتك زي ما احنا بنموت في المدرجات كل ماتش. تمام. الجمعه اللي فاتت، الجمعه اللي فاتت ما طلعش السبت لغايه دلوقتي، احنا مستنيين السبت، مستنيين السبت، مستنيين يا جدعان، عايزين نكسب بالاخر. انما بقى شغل بقى فاكر انك مسؤول على جمهور هيقوم الصبح يدعمك ويقول لك احنا هنفشخ فيه خلاص. والله سمعتوا يا جماعه الجمهور بيقول ايه للاعيبه الزمالك؟ يا تنزل تموت نفسك في الماتش يا هنفشخكم، انزل موت نفسك والعب راجل، ولو مت في الماتش هنبقى نصرف على ابوك وامك مش مشكله، لكن انزلوا العبوا برجاله، انزلوا العبوا رجاله يا اما هنفشخكم. قال لك احنا من يوم الجمعه مش عارفين نعدي علينا السبت، الحياه بالنسبه لهم توقفت. يا جماعه الجمهور ده بيعاني بجد والله، عشان تعرف يا اهلاوي انت عايش في نعمه قد ايه، انت عايش في نعمة يا حبيبي. جمهور النادي المنافس بيتحايل على لعبته تنزل تلعب برجولة، وإلا هيعملوا معاهم السليمة، هيعملوا معاهم السليمة. الزمالك بقى أحمد فتوح وركبه قطر ستة إلا تلت. أحمد فتوح نادي الزمالك بعته للجنة الأولمبية المصرية بعد إذنكم، عايزين القايمة دي يتوافق عليها للسفر. فاللجنة الأولمبية بتراجع الأسماء، لقت اسم مين؟ أحمد فتوح. فبعته للزمالك، ابعتوا لنا إفادة على عهدتكم ومسؤوليتكم القانونية إن أحمد فتوح معلوش أي حاجة قانونية عشان نوافق لكم على القايمة. الزمالك قال لك لا، انا مش هقعد بقى احط عيني في وسط راسي، طب نطلع احمد فتوح على عهدتنا. طب افرض احمد فتوح فك هناك وهرب وما رضيش يرجع مصر تاني وطلب بطاقه مؤقته وماشي، ابقى اجيبه منين؟ مش هعرف اجيبه، ويبقى احنا اللي نتحط فيها واحنا اللي هنتلط فيها. فنادي الزمالك قال لك لا شكرا، اقعد يا فتوح هنا اتفرج على الماتش في البيت يا حبيبي، اقعد اتفرج على الماتش في البيت. دي مش اول مرة الزمالك يبيع فتوح. الزمالك ما وقفش مع فتوح الفتحة الوقفة اللي ممكن تقول عليها وقفة صاحب مع صاحبه. الزمالك باع فتوح بدل المرة اتنين وتلاتة لو عايز تضيف التالتة. عايز اقول لنادي الزمالك أن ما ينتظر نادي الزمالك في السعودية شيء عظيم، في حاجة مهمة جدا تهز نادي الزمالك قبل السوبر الأفريقي، واعتبروه زلزال، اعتبروه زلزال. ايه هو؟ ان لجنة كشف المنشطات قبل الماتش هتكشف على كل اللعيبة،
يا منجي نجي. المنشطات هتكشف على مين؟ على كل اللعيبة. ويا بختك يا ابو بخيت، لو انت سليم في السليم محدش هيقدر يقول لك تلت التلاتة كام. بتتناول منشطات يبقى ما تسافرش احسن، او اقعد في الفندق وقول انا عندي دور برد وما تروحش تحضر المباراة. نصيحة من الاخر، انا بجيب لك من ابو اخر، لو خايف على نفسك وشاكك ان انت ممكن تكون بتتناول منشطات حتى لو بدون علمك، خلي بالك الموضوع ليس هين. الكاف متوسط في مشاكل عند احد الفريقين، عنده لعيبة اكتر من مرة يتقال عندهم منشطات، واخرهم لعيب عنده حشيش، فلازم يكون في كشف على الفرقتين من اجل ضمان النزاهة في مباراة السوبر الافريقي. ما هو ما ينفعش لعيبة بتلعب طبيعي ولعيبة تانية بتاخد منشطات، تاخد حباية زرقاء، ها خد ايرك وخليك حيرك. لا، لازم تلعب طبيعي في طبيعي، فير بلاي، الفير بلاي. عشان كده هتسمع الايام اللي جايه مش عارف مين جاله شد، مش عارف مين جاله مغصه، مش عارف مين جاله قصه، مش عارف مين جاله بصه. هتسمع عن اصابات عمرك ما سمعت عنها كده قبل كده. فاللي خايف ما يروحش، اللي خايف ما يسافرش، لانك هيبقى الايقاف من سنه لاربع سنوات. جمال عبد الحميد كل ما الناس تنسى حكايته وهو اصلا ما فيش حكايه اساسا، يرجع يالف ويعيد ويزيد في الروايه بتاعته والحكايه بتاعته لكسب مزيد من تعاطف جماهير نادي الزمالك. جمال عبد الحميد اللي حكى قصته المختلقة من بنات أفكاره 500 مرة قبل كده في كل البرامج، قالها في كل برنامج 3 أربع مرات. طلع حكى حكايته تاني وقال لك كنت في التمرين واتصبت بكسر في قصبة الرجل وخدت 6 مسامير و36 غرزة وشريحة كبيرة. قال له الأهلي عمل إيه؟ قالوا لك بطل. قالوا له لأ، قال الرجل اللي عمل فيها العملية قصرت وبقى ماشي برجل ورجل. قال له يعني رحت الأهلي؟ قالوا لك خلاص. قال لك لا يا كابتن، هم استغنوا عني وأنا في المستشفى قريتها في الجرايد الاستغناء عن جمال عبد الحميد. قال له ورحت لعبت في الزمالك بعدها؟ قال له لعبت في الزمالك 10 سنين، هم أجمل سنين عمري. يا سيدي ماشي، مليون مبروك، مليون مبروك، لعبت 10 سنين 500 سنة مع الزمالك، ليه كل شوية تقعد تحكها مع النادي الأهلي؟ ما خلاص يا ابن الحلال، فضت وخلصت. إيه الفكرة بقى إنك كل شوية كل ما تروح برنامج الأهلي بعني، الأهلي خدني لحم ورماني عظم، الأهلي 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 الأهلي. بالرغم إن كل الناس اللي حاصرت جمال عبد الحميد أكدت على كذب القصص بتاعت جمال عبد الحميد. ومش عايزين نقول جمال عبد الحميد بطل كورة ليه، كلكم عارفين، بس ملناش علاقة. ودموع التماسيح في عينيه طلع يعيط ويبكي عشان يكسب نوع من أنواع التعاطف معاه من قبل جماهير نادي الزمالك. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم.